إن اكتظاظ عدد السجناء في مركز الإصلاح والتأهيل سجن جو المركزي بالبحرين والذي فاق حد التصور قد أدى إلى إهمال واضح للرعاية الصحية سواء ما يتعلق بالعيادات الداخلية أو العيادات الخارجية. بيد أن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل دائما وأبدا تعمل على تلميع صورتها بكذب واضح وتزوير ممنهج، لكنها لم تفلح في ذلك لما هو واضح للعيان. فعلى سبيل المثال، لا لحصر تجد أحد المباني والذي يسع 190 نزيل سجينا يتواجد فيه ما يفوق 370 سجين، ولا تكون لهم حصة من زيارات العيادة إلا لعدد محدود 10 إلى 12 سجين. واللافت في الأمر ما يلي: واحد، عند زيارة الطبيب تكون مدة الزيارة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة. 2، عدم تشخيص المريض وبالتالي عدم إجراء ما يلزم. 3، التعرض بالسؤال عن نوع القضية وإهمال الرعاية الصحية. 4، عدم حصول السجين على الدواء اللازم بدراء عند منها حجج التقشف وعدم توفير الدواء وفرض إدخال الدواء على نفقة السجين. 5، عدم الاهتمام والعناية بتحويل الحالات الطارئة إلا بعد استفحال الحالة وبلغها أقصى درجات والانتظار لفترات طويلة جدا. 6، التعمد بتغيير أدوية دوي الأمراض المزمنة بدون تشخيصهم والسؤال عن حالاتهم مما ينعكس على حالتهم الصحية. هذا كله على فرض حصولهم على دقيقة للدخول على الطبيب، وفي أغلب الأوقات يكون مصيرهم إن نظام الكمبيوتر لا يعمل وإن الطبيب في الوقت الحالي لا يستقبل المرضى أو غير ذلك، مما عليهم الانتظار لوقت آخر، وذلك بعلم واضح من إدارة السجن. وما يزيد الطين بلة، بتاريخ 3 نوفمبر 2019 عندما كنت بزيارة العيادة ودخولي على الطبيب سوداني الجنسية واستفساري عن تحويلاتي إلى العيادات الخارجية على استشاري مختص في مثل حالتي الصحية، فكان جوابه بأن رفع تقريرا بحالتي ولزوم احتياجاتي لأخصائي، إلا أن إدارة السجن هي من تقرر في التقرير ما يلزم ومعاينته لحالتي وكأنها الطبيب المختص، وتعدى ذلك بإرسال تقارير المزيفة لكافة المنظمات والهيئات الدولية بالدعاء عدم احتياجي للعلاج اللازم. وعلى هذا فإن الوضع ينذر بكارة حقيقية وخطير جدا، حيث الإهمال المتعمد لملف وخصوصا ذوي الأمراض المزمنة السكلر والضغط والقلب والأورام السرطانية وغيرها من الأمراض. ناجي فتيت، 8 نوفمبر 2019، ناشط مدافع عن حقوق لسان سجن جو المركزي.